ضعيف في شهوة معينة يكون ضعيفا في شهوات أخرى كثيرة. انتبه، القوي أمام شهوة البطن حتما قوي أمام شهوة الفرج، والعكس صحيح، وأمام شهوة اللسان يتكلم كلما اشتهى تكلم. يشتهي اليوم أن ينعت فلان نعته، يشتهي اليوم أن يفسق علان فسقه. شيء غريب يا أخي، يشتهي أن يشهد بالولاية والصلاح لعلان يجعله من كبار أولياء الله العظيم، كأنه ما شاء الله رب العالمين وزع صكوك الغفران والحرمان على الناس. يا أخي ما أدراك أنت، لا يزكى على الله أحد، واترك الناس لخالقهم. فمن أراد أن ينظر عيوبا جما فلينظر إلى عياب كبير، فإنه إنما عاب الناس بفضل ما فيه من العيوب. هو معيوب العامية، يعني معيب بالفصحى، معيوب، معطوب، ممزق، مخرق، ليس محترما في ذاته. نحن ننظر الناس أيها الإخوة من خلال أنفسنا. فمن رأيتموه محترما يحترم الآخرين أيها الإخوة محترما، فاعلموا أنه في ذاته محترم، واعلموا أنه نشأ نشأة سوية طبيعية. الجزء الثاني من تفسير ظاهرة الاحترام واللا احترام يرجع إلى الطفولة. فتش عن الطفل فينا، فتش عن طفولتنا، مفاتيح أسرارنا في طفولتنا، في ماضينا، هناك، ليس الآن، ليس في كلامنا، ليس في مظاهرنا التدينية، لا والله العظيم، في طفولتنا. هذا الطفل لم يحترم، هذا الشخص الذي لا يحترم الآخرين ولا يحترم نفسه المسكين، وهو دائما بين خوف وغضب، خائف من الآخرين أو غضبان عليهم. الله أكبر يا أخي، الناس فيهم خير كثير. النبي قال: من قال هلك الناس فهو أهلكم. والله العظيم يتاح للمرء كل فترة وفترة أن يلتقي ببعض عباد الله يحسدهم على أنفسهم، يقول هنيئا لهم أنفسهم، هنيئا لهم الكرم، الصدق الذي يتمتعون فيه، الأريحية، العفوية، الطيبة، الأخلاق، أليس كذلك؟ موجودون بكثرة يا أخي. لكن بعض الناس لا يرى في الناس إلا عيبا، إما خائف منهم وإما غاضب عليهم. هذا معقد طبعا من الطفولة. الخوف والغضب هما تمظهران أو تظاهران أيها الإخوة للإخناع والإخضاع والقهر. طبعا الإنسان حين يضغط عليه يعيش دائما خائفا غضبان، خائفا طبعا وغضبان أيضا، لأنه لا يرضى نفسه هكذا، خلقه الله حرا ويراد له أن يعيش مخموعا، مكموعا، مكهورا، منهورا، عبدا، مسحوقا أيها الإخوة. لا شخصية، لا استقلالية، لا إرادة، لا مقوم، لا مشخص، شيء متعب جدا. فانظروا إذن إليه في طفولته، لم يحترم، هذا الطفل لم يحترم. مستحيل أنه قيل له يا أبا عمير، يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، مستحيل. أول ما يغلط يا كذا وكذا وكذا وكذا، يا أبو الدينين ويا أبو العينين ويا أبو كذا، الألقاب السيئة تعقد الطفل يا إخواني، والله العظيم. إذا كان في أذنيه بروز معين، يا أبو الدينين، يا أبا الأذنين، يا أبا العينين، يا أبو راس، يا أبو بطيخة، يا أبو طنجرة، يا أبو شحر، إيش هذا؟ ما هذا يا أخي؟ ما هذه الجريمة في حق أولادنا؟ ما هذه الجريمة؟ نخلق الطواغيت هكذا، نخلق الخنوع ونخلق التمرد الفوضوي المدمر، هو هذا، هذا ما يفسر كل ما في بلادنا، إما خضوع وخنوع وإما قتل وتفجير. ما في حل وسط، ما في عقلانية حتى في التغيير، لأنه مجتمعات مقهورة مخضعة لم تبرز الفردية فيها والاستقلالية، لا صدق، لا إبداع، لا حرية. الثلاثة أجمعوا بكلمة واحدة: استقلالية. الشخص المستقل أعطيه استقلاليته أيها الإخوة، أتح له أن يكون مستقلاً، سيكون حراً، سيكون مبدعاً، سيكون صادقاً. انتبهوا، البداية من هناك، البداية من هناك أيها الإخوة. ولذا النبي كان يمشي في سكك المدينة فإذا رأى طفلاً أو أطفالاً تخرفص وجلس إليهم. علماء التربية اليوم يعلموننا هذا، يقول يجب أن نفعل هذا مع الأطفال كما أفعله الآن. النبي يجلس هكذا ويبدأ يتكلم: من أنت يا بني؟ ابن من أنت؟ باركك الله، ما شاء الله، وأنت؟ كل أدب وتواضع. ما في يا ولد؟ اذهب يا ولد. قبل أشهر يسيرة حدثني رجل بلغ منصبا عظيما جدا في سياسة دولته، مناصب عليا جدا من أعلى ما يتصور، يفتخر المسكين، هو ابن هذه البنية، يقول: وأنا رجل ومتزوج ولي كذا وكذا من الأولاد، ضربني عمي على وجهي بكف أمام الناس، عشرات الناس في الديوان، على وجهي. قال: أخذتها كذا؟ قلت له: نعم، تكرم يا عم. وجلست قلت في قلبي: تبا لك ولعمك، تبا لمجتمعات أيها الإخوة، إلى متى؟ إلى متى؟ ولذلك بنفس المنطلق، بنفس المعنى أيها الإخوة، والنبي ضرب رجلا بالسواك على بطنه، سواد بن غزية، قال له: أقدني، قال له: هذه بطني، يا ضرب صحيح، لا يجوز لي وأنا محمد أن أضربك، لا لا،
ضربتك لابد أن أضرب. هذا هو، مش قال عمه، قال عمه بالكف، قال متزوج زلمة برتبة وزير. ما هذا؟ أي مجتمعات مجنونة هذه؟ أي مجتمعات هذه غلبت على عقلها وعلى رشدها باسم ماذا؟ وكل هذا يحال به على الدين، الدين يريد هذا. احترام الكبار، كبر كبر، بر الوالدين، خلط الأمور بطريقة عبثية فقدت المعنى والعقل والضوابط. هذا شيء وهذا شيء.